بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية أكاذيب اليهود والنصارى وإصرارهم على كفرهم وعنادهم، بعدما ناظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم بطلان ما هم عليه ودعاهم إلى الإيمان بالله ورسوله ودعاهم إلى أن يأتوا بالتوراة التي يزعمون أنهم ملتزمون بها ومؤمنون بها، فإن فيها بيان صحة ما جاء به صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إليهم وإلى غيرهم من البشر. لما دعاهم إلى أن يأتوا بالتوراة فيتلوها إن كانوا صادقين، لتبين صدقه صلى الله عليه وسلم وكذبهم، قال تعالى: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. أي فمن تولى بعد هذا البيان وبعد طلب قراءة التوراة ليتبين ما فيها من صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكذب ما هم عليه، فمن أصر منهم بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير من يستحقها، وذلك أعظم الظلم. وكذلك الكفر والعناد وجحود الحق، هذا أعظم الظلم، وهو ما عليه اليهود والنصارى أكثر من غيرهم. ولهذا قال: فأولئك هم الظالمون، فحصر الظلم فيهم، لأن عندهم أشد الظلم وأقبح الظلم، وهو الشرك والكفر بالله عز وجل. ثم قال بعد ذلك: قل يا محمد صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي قل لهم صدق الله فيما قصه من أخباركم وتعنتكم على الأنبياء إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكم قوم سوء ولكم تاريخ طويل أسود مع أنبياء الله عز وجل، فلا يستغرب منكم ما صدر في حق محمد صلى الله عليه وسلم.
وصدق الله جل وعلا فيما أنزله في التوراة من وجوب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي ضمن ذلك تكذيبهم، فإن قولهم يخالف قول الله، فأيهم الصدق وأيهم الحق؟ لا شك أن قول الله هو الصدق. ثم قال جل وعلا: فاتبعوا ملة إبراهيم. هذا أمر لهم ودعوة لهم إلى أن يتبعوا ملة إبراهيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم على دين إبراهيم، فإذا كانوا كذلك فليتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما يدعوهم إلى ملة إبراهيم التي يزعمون أنهم ملتزمون بها. فإذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فليسوا على ملة إبراهيم. ثم قال: حنيفا. والحنيف هو مأخوذ من الحنف وهو الميل، والمراد بذلك أن إبراهيم عليه السلام كان مقبلا على الله معرضا عما سواه، هذا هو الحنيف، المقبل على الله المعرض عما سواه. وحنيفا منصوب على الحال كما هو معلوم، والدين الحنيف هو دين إبراهيم، والملة الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا النبي هو أولى الناس بإبراهيم، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فأولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من كل جيل بعد إبراهيم، فالذين آمنوا هم على ملة إبراهيم، وأما الذين كفروا والمشركون فإنهم ليسوا على ملته وإن كانوا ينتسبون إليه كاليهود والنصارى. ثم قال جل وعلا: وما كان من المشركين، أي ما كان إبراهيم من المشركين. وهذا معناه أن إبراهيم عليه السلام بريء من اليهود والنصارى لأنهم مشركون، حيث إن اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، وهذا هو الشرك الأكبر. إضافة إلى ما عندهم من بناء المساجد على القبور، وأنهم كانوا يبنون على قبور أنبيائهم مساجد ويصورون فيها الصور ويعلقونها فيها تعبدا لها، وإضافة إلى ما عند النصارى من قولهم المسيح ابن الله أو هو الله أو هو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا الشرك القبيح والكفر الشنيع يتبرأ منه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن أهله. فاتضح من هذا أن انتسابهم إلى ملة إبراهيم أنه انتساب باطل، واتضح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بريء منهم ومن دينهم كل البراءة، فإن ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من المشركين
ومن شركهم، فمن كان على ملة إبراهيم فإنه يلتزم بهذا، فيخلص العبادة لله عز وجل ويتبرأ من عبادة ما سواه، ويتبرأ من المشركين. واليهود والنصارى ليسوا كذلك، دينهم الشرك والغلو في الأولياء في الأنبياء والأولياء والصالحين، ولا يتبرؤون من الشرك. كانوا لا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ترى كثيرا منهم أي من اليهود والنصارى، قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ونسأل الله السلامة، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.